diferente de otra cultura cristiana. Vale, la pregunta que me has dicho, ¿traen muchos pecados? ¿Traen como pecados? سعاد بخاري 49 سنه منحدره من مدينه فاس عندي جوج ديال الاطفال مقيمه بمدينه مراكش بالحكم ديال الشغل ديالي في المدينه كمرشده سياحيه باللغه الاسبانيه لا pregunta es que no le preocupa mantener المغرب بالاضافه للتاريخ ديالو والحضاره ديالو نقطه القوه ديالو هو الامن اللي كاين في جميع المدن المغربيه وخاصه مدينه مراكش لاننا كنمارسوا المهنه ديالنا بدون مشاكل في جميع المناطق كنمروا بها كاين حضور للامن ماشي فقط حنا المرشدين كنلاحظوا بان بوجود الامن بل حتى السياح ملي كنسولوهم على الشعور ديالكم بعد ما قاموا بزياره جميع المدن المغربيه خاصه مدينه مراكش كيقول لك الامن اللي جبرنا هنا في المغرب ما جبروش مدينه اخرى كيحسوا بالامن والامان في جميع الاماكن اللي كيزوروها سواء من المآتر سواء في الشوارع سواء في الساحه ديال المدينه كانت واحد الحالة إرهابية هو أرغانا ولكن ما كانش عليها واحد التأثير بدينا كنشوفوا المجيء ديال السياح لأن الأمن ديالنا عنده شهرة عالمية لأن حتى هما في التلفازات ديالهم وفي الأحداث ديالهم كيسمعوا بأن الأمن المغربي كيشتغل وكيعمل وتم القبض على مجموعة من الإرهابيين بطريقة سريعة هذا اللي شجع السياح أنهم يعودوا للمغرب مدينة مراكش كنشتغلوا في السياحة بالنهار وبالليل وحتى في الليل كنلاحظوا بأن هناك أمن سواء في الساحة جامع الفنان المشهور هنا في مدينة مراكش ولا في الشوارع الكبيرة ديال المدينة في الأسواق سواء الأمن اللي كيمشي في السيارات سواء الأمن اللي كيمشي على الدراجات النارية وخاصة ديال الديليغاسيون ديال توغيز حتى هي كتقوم بالعمل ديالها إلا شفنا أي مشكل كنتصلوا بهم بالهاتف وأقل من 5 دقائق كتجبرهم متواجدين معاك كيجيو المغرب باش يدوزو عطله دونك ما كيجيوش باش ياكلوا ولا يشربوا كيجيو باش يحسوا بالامن حنايا كمغاربه كنحسوا حنا الولا بالامن قبل ما يحس الاجنبي بالامن اللي عندنا في البلد ديالنا